اهلا بحضراتكم من جديد، وبفكر حضراتكم بالخبر الابرز النهارده معانا، وهو فوز سيدات الاهلي للتنس الطاوله ببطوله الدوري العام. منذ لحظات وكنا لحضراتكم يمكن اخر نقطه في اهدي نادين الدولات، لاخر نقطه في المباراه واللي بعدها يعني توجت سيدات التنس الطاوله بالنادي الاهلي ببطوله الدوري العام. والحقيقه ده انجاز كبير، يمكن الرجال هتلعب بعديهم، الف مليون مبروك. وخلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاءات مع كابتن عادل شومان مدرب السيدات والمدرب العام للسيدات، ونجمتنا الصاعده الواعده الاسطوره هنا جوده، وكابتن الفريق واحد ابرز نجوم مصر في تنس الطاوله نادين الدولاتلي. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وانتصار جديد للنادي الاهلي وانسات النادي الاهلي بطلات الجمهوريه لتنس الطاوله، الفوز بالدوره المجمعه الاولى اللي كانت 15 من شهر مايو الماضي، والنهارده كمان 1 يونيو هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، سيدات الاهلي بطلات للدوره المجمعه الثانيه وبطلات لدوري الجمهوريه او الدوري العام لتنس الطاوله. يسعدنا بعد انتهاء اللقاء فورا دلوقتي والفوز على جزيره الورد بثلاث اشواط او ثلاث مباريات مقابل مباراتين يكون معنا كابتن عادل شومان مدرب الفريق. كابتن عادل الف مبروك الفوز، يمكن مباراه اخيره مع جزيره الورد كانت مباراه كبيره ولكن الغلبه الحمد لله كانت لانسات النادي الاهلي، الف مبروك الفوز وقولي على المباراه النهارده. اولا الحمد لله والله يبارك في حضرتك ومبروك للنادي الاهلي ورئيس النادي الكابتن محمود والاعضاء مجلس الاداره والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي على دعمهم لنا. والله النهارده المباراه كانت صعبه جدا، الحمد لله احنا كده كده كنا يعني كنا فايزين بالدوري حتى قبل المباراه دي، يعني بعض اللعيبه كانت عايزه تريح فانا قلت لهم لا ما ينفعش ان الماتش متذاع، لازم نكسب. والحمد لله كان ماتش صعب جدا وخصوصا ان احنا برضو عندنا لعيبه مصابه ما لعبتش، فالحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب المباراه 3-2، وزي ما انت كنت شايف ان الماتش كان صعب. يعني كابتن علي، يعني الدوري المجمعه الاولى العلامه الكامله 7 ماتشات 21 نقطه، كمان الدوري المجمعه الاولى والثانيه بالعلامه الكامله، يعني اهم من المحطات يمكن جزيره الورد النهارده في اخر مباراه هو الفريق في المركز الثاني، اهم المحطات على مدار البطوله. والله الدورة المجمعة الأولى كانت صعبة جدا لأن نادي الزمالك كان كامل بلاعبته، والحمد لله احنا قدرنا نكسبه 3-1. جزيرة الورد في المجمعة الأولى كسبناها 3-0، الزمالك في المجموعة دي كسبناها 3-0، وكان المفروض الماتش بتاع الزمالك يجي بقى النهائي، والاتحاد طلب مننا ان يكون جزيره الورد هو اللي يكون نهائي، فاحنا وافقنا عادي ما عندناش مشكله خالص، فكسبنا الزمالك امبارح والنهارده بنلعب مع جزيره الورد والحمد لله ربنا وفقنا والف مبروك لحضرتك. اخيرا تقول للاعبات النهارده يمكن اداء اكثر من رائع، انا جوده بتكسب مباراتين نادين الدولات اللي بتخسر المباراه الاولى ولكن في المباراه الثانيه بتعوض واداء اكثر من رائع النهارده. والله انا بقول للعيبه لكابتن نادين الدولات لي اول حاجه يعني كتر خيرها، هي بتشتغل متجوزه مخلفه وراها بيت، وانها تلعب بالاداء دون كتر خيرها، واحنا بنشكرها مع اللاعبه المعجزه هنا جوده اللي هي عندها 14 سنه واحنا يعني معتمد اعتماد كل عليها يعني، فانا بشكرهم مع باقي اللاعبين اللي هي مروه وساره وفريده وعايده، الحمد لله يعني. الحمد لله كابتن، احنا دايما موافقين باذن الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومن ضمننا دلوقتي على نجمات النادي الاهلي معانا يعني اللاعبه المعجزه بطله افريقيا بقى مش بطله بس مصر هنا جوده. هنا في البدايه يعني كابتن هيثم كان مبارك لك في اخر حاله على بطوله افريقيا، الف مبروك بطوله افريقيا الاول وكمان الف مبروك بطوله الدوري، يمكن كان لكم دور كبير النهارده في المباراه النهائيه بتلعبوا مباراتين وبتكسبوا الاثنين. مبسوطه جدا الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب، مع اننا كنا اصلا داخلين الماتش عارفين ان احنا هناخد يعني كده كده الدوري كان يعني كنا كسبناه من النهارده الصبح اول ما كسبنا المعادي، بس كانت مهمه قوي الحمد لله ان احنا يعني نكسب الماتش ده عشان يعني يبقى الاهلي كسب كله وما خسرش من حد، الحمد لله ربنا كرم يعني ولعبنا كلنا وعملنا اللي علينا مع اننا كلنا كنا تعبانين قوي يعني محدش قادر، بس الحمد لله ربنا استرها يعني. يعني بطولة افريقيا بقى يعني كلمينا، ده اول لقاء ليكي في بعد الفوز ببطولة افريقيا، تقول عنها ايه؟ واكيد كان وصلك مساند جماهير النادي الاهلي هناك. انا يعني البطولة دي كانت السيمي فاينل مع الدينامو مش كان صعب قوي صراحة، يعني انا مبسوطة جدا ان انا الحمد لله عرفت اكسب يعني وكده، بس الماتش كان قريب جدا والفاينل ما كانش فيه حاجة الحمد لله كان سهل قوي، بس فالحمد لله ربنا يعني كرم في البطولة دي وانا مبسوطة جدا يعني ان انا بمثل اسم الاهلي
كل حتت يعني، وشكرا لكل الدعم يعني كل الناس. هنا اللي جاي بقى شايفاه ازاي وتقول لجماهير النادي الاهلي انت خلاص بقينا المصنف الاول على العالم تحت 17 سنه ويعني 25 على العالم في الترتيب العام، يعني شايفه ده ازاي واللي جاي شايفاه وطموحك وتقول لجماهير النادي الاهلي كلها؟ انا مبسوطه جدا وان شاء الله يعني اكمل واحاول يعني عشان يعني اعمل احسن حاجه عندي في كل وقت، وان شاء الله يعني ربنا يكرم يعني. شكرا لكله. شكرا يا هنا، ودايما موافقه باذن الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومن ضمننا يعني بطله بجد نادين الدولات للاعيبه النادي الاهلي. نادين يمكن المسؤوليات كترت وخلاص بقى في بيبي دلوقتي وكمان جواز، ومع ذلك الحمد لله من اللعيبه القليله قوي اللي مكمله بعد الحياه الزوجيه زي ما بنقول. يمكن النهارده اول مباراه ما كنتش موفقه شويه، لكن في مباراه ثانيه قدرت ترجعي وترجحي كفه النادي الاهلي. الحمد لله، هو الماتش كان صعب جدا. طبعا يسرى النهارده لعبت حلو جدا بصراحه، من احسن المرات اللي شفتها، وهي فعلا عرفت انها تمسك نفسها احسن مني شويه، بس الحمد لله هنا عرفت تكسب ماتشين مهمين عشان يوصلنا للماتش الخامس الحمد لله. وانا كنت خلاص مش هعمل كده تاني، هركز واخد بونت بونت ولازم نكسب لازم. يعني لعيبه الخبره اللي في الفريق بتقول ايه للعيبه، بتتكلموا معاهم ايه؟ يمكن اخر مباراه كنا حاسمين اللقب وكانت مباراه تحصيل حاصل، لكن اعتقد كان تارجت مهم بالنسبه لكم انكم تكسبوا السبع مباريات. ده اكيد طبعا، يعني المكسب ما كانش هيبقى ليه طعم من غير الماتش ده، عشان احنا دايما متعودين نكسب ماتشاتنا كلنا في الدوري، والحمد لله بقى لنا 3 سنين ما خسرناش ولا ماتش كامل، فده طبعا ليه طعم تاني. كنت بحاول اخليهم، وكابتن عادل وكابتن احمد بنحاول نخليهم، يا جماعه الماتش ماشي احنا اول، ممكن نلعب ستريس اقل شويه، بس احنا لازم نكسب، احنا لازم نكسب عشان طعم الفوز فعلا مختلف. بس وهم كلهم بصراحه بيعملوا عليهم وزياده يعني، كل بصراحه تعبان جدا، البطوله كانت صعبه مكبوسه في يومين ونص، فكانت صعبه جدا، بس الحمد لله عرفنا نتغلب يعني الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما علينا نعمه ودايما علينا الانتصارات. تنس الطاوله الاساسيه دايما بطل الدوري. ايه اللي جاي؟ الطموح بتفكروا في ايه في اللي جاي؟ والله هو المفروض كده الموسم خلص الحمد لله، المفروض ده يبقى احتمال يكون في انديه عربيه نص السنه الثاني، بس الموسم بقى يبدا ثاني شهر 9 ان شاء الله، بس نستعد له كويس. الرسالة اللي بتقولها للنادي الاهلي بعد الفوز ودايما متالقين ودايما عند حسن ظن جمهوركم؟ ميرسي جدا لكل اللي بيتابعونا طبعا وكل اللي بيدعوا لنا، ميرسي جدا، ويا ريت تتفرجوا على ماتشات البينج بونج اكتر واكتر، لانها ماتشات ممتعه جدا زي ما انتم شايفين كده، محدش كان عارف مين هيكسب اصلا. بس وشكرا جدا، وشكرا ليكم انكم جيتوا، وشكرا للناس كلها، ميرسي. شكرا، ودايما بالتوفيق ودايما موفقين زي ما الابطال باذن الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه بعد انتهاء المباراه النهائيه ما بين الاهلي وجزيره الورد وفوز النادي الاهلي 3-2 بالمباراه، وبكده يكون النادي الاهلي حصد العلامه الكامله، 7 مباريات فوز من 7 مباريات. النادي الاهلي بطل الدوري المجمعه الاولى برصيد 21 نقطه، وبطل الدوري المجمعه الثانيه برصيد 21 نقطه، وبالتالي هو البطل العام او بطل الدوري العام لانسيه تنس الطاوله. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات ودايما النادي الاهلي رقم واحد. كلمه الكابتن هيثم اتفضل. مرسلنا العزيز محمد توفيق من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، الف مليون مبروك فوز السيدات ببطوله دوري تنس الطاوله منذ لحظات، ودي اللقاءات من ارض الملعب.